يعني تسهيلا لهذه المسائل اللي كتكون اللي هضرت عليها لا الاخت امينه ولا الاخت نجاة ولا ناديه. انما هذه الفكره اللي قلتي ديال الجلبات، راه انا دائما تنقولها لكم، الفصاله ماشي شي حاجه لي عصيبه ولا صعيبه. دابا هي فاش كتبقى، كتبقى في داك ناخذ قرار. دابا داك اتخاذ القرار راه هو اللي باقي عندكم نتوما، خاصك حتى تشوفيها ملبوسه او لا حتى تشوفيها في شي محل اخر، عاد كتكوني خديتي عليها فكره. الحاجه اللي بغيت، حيت كنهضر دابا وراه انا عارف يعني، راه كلكم راه تقريبا تبارك الله ما شاء الله راه عندكم واحد الباجاج في عقلكم اللي يمكن لكم تسيروا به وتخدموا به. دابا شنو فين كتبقى؟ كتبقى ديك اشنو ندير اللي يميزني على الاخرين، واش الا درتو غادي نتميز او لا لا. هاد المسائل هي اللي كنحاول دابا سيرتو في هاد الدوره هذه، هي اللي كنحاول نزرعها. يمكن اخر مره كنا درنا واحد شي حاجه ديال الباتش وورك خدمتها، يعني كتبان راه عندي راه ديجا درتها، ولكن واش خدمتيها بهذا الشيء ديال الباتش وورك او لا واش خدمتيها بداك الستيل ديال تونيكا وداخل فيها شي باندا ولا شي حاجه بحال هاد الحويجات هما اللي ما عرفتش واش فهمتوني، يعني دي زاستوس اللي تيكونوا خفاف. وعليكم السلام الاخت رشيده، مرحبا. الله يبارك فيك، مرحبا رشيده، مرحبا. غتسمحي لي يا رشيده واحد الدقيقه، الاخوات اللي تلقى الميكرو تسدوا الله يرضي عليكم. تفضلي يا رشيده. بعد اولا تنهنئك برمضان مره اخرى علينا وعليكم الاخوات كاملين. ثانيا بالنسبه للدورات اللي عشناهم، اللي تقريبا دوزنا معك استاذ ومع الاستاذ حنان، عباره عن درر، عباره عن جواهر. كل درس فيه الا وكيعطيك كيدير لدرس اخر، وكتلمس بانك هذاك الشيء اللي كان ناقص مثلا في هذاك الدرس بالنسبه لينا لقينا فيه الاجابه في الدروس المواليه. نعم، معناه انها متكامله. قلت في البدايه تبارك الله وصلح لي عليكم استاذ، انه كاين واحد التكامل، كاين واحد الشموليه، كاين واحد الدقه، كاين واحد التدرج الى درجه ان كل شيء كتلقى كل شيء اجوبه على هذا. وبغيت نقول لك بان هذا الشيء اللي وقع لي في هذه الايام مع الدروس اللي كانت في هذه الدرر وهذه الجواهر اللي قلت لك، ان كان نقول صافي غادي ندير نطبق هذا الموديل، وكنمشي وكنجبته ونحطه ونبغي ندير. وكاين حاجه اللي كنفصلها صافي كنحطها، وتيبان ليا بان ماشي هذيك هي اللي بغيت نوصل ليها. بغيت شي حاجه اكثر، بحال كيف ما قلتي دابا في عمقك انك بغيتي واحد الموديل متميز، بغيتي شي حاجه كيجي الدرس الاخر، وهكا لدرجه ان وليت بحال داك بحال يا ربي تسمعني بحال الخليل ابراهيم الخليل ملي كيقول هذا ربي هذا غفر، وكيضرب نعم بين الشمس ومن هكا وقع لي انا في هاد النماذج وفي هاد الموديلات اللي طرحتي لنا استاذ. كنشوف هاد صافي انا غادي ندير هادي وتنشري الكتب وتنحطو كاين حاجه كنفصلها تعاود تبان لك حاجه اخرى. نعم، وكنعاود عاوتاني نمشي لمنتج اخر، لدرجه ان كاين واحد الاحساس بالجماليه بعدا وبالرقي في الانجاز اللي كتعطينا، غير بقى لينا داك الابداع، ديك النفسه ديال الابداع ديال شي حاجه مميزه، شي حاجه اللي ماشي بحال هذاك الشيء السواقي، ماشي بحال هذاك الشيء اللي كاين، ماشي هذه هي الفكره اللي كانت مهيمنه علينا خلال هاد الفتره. غادي نسولكم دابا، وخليك معايا رشيده، خليك معايا وتبعي معايا واحد 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 القصه غادي نعاودها لك دابا، وغادي تكوني عايشاها ان شاء الله.
دابا كنكونوا كنتفرجوا مثلا في هذاك البرنامج او لا في ديك السلسله ولا مسابقه ديال الكوميديا، كنشوفوا اللباس اللي كتلبسوا المقدمه ديال البرنامج، وكنشوفوا اللباس اللي كتلبسوا الممثله لطيفه احرار، واللباس اللي كتلبسوا دنيا. ملي كتشوفيه كتقولي فوالا هذه راه فيها وفيها، فيها هادي ومخدومه بهكا، يعني كتبان لك راه سي سامبل ياك. هاد وديجا ما فايتلكش شي فيها من قبل، يعني راه ما شفتيهاش من قبل، ولكن منين شفتيها كتلقاي راسك راه سي يعني ألب يعني بالامكان انك تعطيها، بالامكان انك تفصليها حتى انتيا. اشنو كيبين هذا؟ هذا اولا كيبين بانه راه عندكم، حيت كيف قلتها في الاول، عندكم دي باز، عندكم واحد الباجاج اللي يمكن لكم تستغلوه. اكيد دابا كتبقى واحد التخوف، واش لانه راه المصممه اللي صممت الدنيا ولا اللي صممت اللطيفه ولا اللي صممت المقدمه ديال البرنامج، كل وحده كتعامل مع مصممه ولا مصمم، هم بشر بحالنا بحالهم، اكيد غير كتبقى في ديك الجرأة انني مثلا كنعرف لطيفه احرار، شكلها ثقافتها لبسها كنعرفوها هكاك، يعني هذاك المصمم اللي كيقادها تيقاد لي هذاك الستيل اللي هو خاص بها وكيعجبها حتى هي. وحتى انت ملي كتشوفي يمكن انني لو انني نقترحو عليك من قبل تقولي موحالش، لا موحالش يعجبك، ولكن ملي كتشوفيه كيبان لك. دابا فين كاين الفرق؟ هو انه ذاك المصمم او المصممه اللي صمماتو خدا قرار، عنده الجرأة، انني بغيت ندير هادي، دار لي هاد التجربه الاولى، التجربه الثانيه لبسها بانت ليه مزيانه فقط. اللباس انت هادي وانت حاضر، كيفاش هادي دارت، كيفاش تصوبات، كيفاش تقادت، هذا المبدا الاول. المبدا الثاني هو تبارك الله عليك استاذ، تبارك الله ما الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا رسول الله. السخم الفكري والسخم المعرفي اللي عندك هو ان ماشي غير اجي ودير الموديل، ماشي اجي ولبس، بل كتراعي مجموعه المقاييس، مجموعه ديال المعايير، وهي ثقافة الفكر ديال ديك الإنسان اللي قدامك، شنو هي المميزات اللي كتميزها بالإضافة للفيزيولوجية والاناتومي ديالها والهذا، كتراعي بزاف ديال الحوايج، كتراعي الذوق، كتراعي ثقافتها، كتراعي فكرها، وهذا أستاذ راه ما كيتواجد إلا عندكم. الله يكبر بك، الله يكبر بك رشيدة، الله يحفظك لينا، الله يحفظك رشيدة، الله يحفظك، بارك الله فيك. استاذ هذاك المشكل ديال الجرأة اللي كتقول، نعم هنا فين كيدخل الموديل ملي كتفكر فيه كتقول واش غادي يجي ولا ما يجيش، هنا فين كيدخل هذاك ستيليزم ترسمو على ورقة ودير داك الشيء اللي بغيتي تحطه، لا حطيتيه في الورقة نعم رسمتيه راه غادي يبان لك.